يخش مستشار بالتحكيم ومحامي بالاستئناف. احنا رفعنا قضيه لكل الضباط، هو تقريبا كان حوالي اكتر من 30 ضابط، رفعناها في محكمه القضايا الاداري في اسكندريه وفي البحيره وفي القاهره، ورفعنا بشكل مستعجل اللي هي عودتهم للعمل، والقضاء استجاب لعودتهم للعمل بشق مستعجل وينفذ فورا، الا الان وجدنا ان وزاره الداخليه بتتعند في تنفيذ الحكم وعملت استشكال امام جهات غير مختصه، ومكان القضاء الغير مختص الا ان حكم بتغريم وزاره الداخليه، واصبح بعد ذلك الحكم واجب النفاذ، الا ان وزاره الداخليه حتى الان لا تريد تنفيذ الحكم. انا المخطيب هاني صبري الشاكري، المحدث الرسمي باسم الضباط والامناء والافراد الملتحين في وزاره الداخليه. احنا جايين للسيد رئيس الجمهوريه بصفته الرئيس الاعلى للسلطه التنفيذيه للدوله عامه ولهيئه الشرطه طبعا بوجه خاص، فاحنا بنطالب سيادته بالتدخل الفوري لتنفيذ احكام القضاء والاجبار وزاره الداخليه انها تنفذ احكام القضاء واعطائنا حقنا. اداني دي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم شئنا ام ابينا، هو الشعر دوت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم امر به، قال صلى الله عليه وسلم اعفوا وارخوا وارجوا اللحيه، انما الاسلام لا يتلخص في اللحيه، انما اللحيه هي جزء من الاسلام. العقيد ياسر جمعه لدار عامه اتصالات الشرطه. اعتقد بعد ثوره 25 يناير والحريات اللي الناس حصلت عليها، احنا اولى الناس ان نحصل على حرياتنا في الاعتقاد الشرعي بتاعنا. احنا نرى ان هي واجب، واجب احترام سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا في بلد اسلامي واحنا ما امتنعناش عن العمل، هم اللي اقصونا عن العمل عشان اتبعنا السنه. احنا اصحاب حق، احنا دلوقتي لا قانون بيمنع ولا دستور بيمنع، فضلا عن ان هو حق شرعي، وحصلت على احكام قضائيه بتقرر الحق الشرعي بتاعي، فانا صاحب حق، فهو الاولى بيه ان هو ينفذ القانون.